لا اكتشف اكتشف ما سابه هيك قال اه اكتشف اه ايام ما تحس انا سبب احمد الشعب والله والله المقابلة كانت في النسيان يعني ديانا بزاف ديال الفرص من ضرب الجزاء ديال حكيم زياش يعني ما كناش كننتظروا انه هدية ضرب الجزاء يعني منين ديانا ضرب الجزاء ما علينا الا الخسران احساس ما يعني ما عجبنيش الحال يعني على هذا الخسران هذا يعني المنتخب البيني ماشي شي منتخب اللي واعي وشي حاجه يعني اول مره كيطلع الكاس ديال افريقيا يعني ما نخسروش امام فريق ما مدبلش المقابلات الاخرى يعني اش غادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله يعني نتيجه اللي هي بكاتنا بهذا المعنى هذه بكاتنا يعني ما كناش كنظنوا ان المنتخب الوطني غادي يظهر بهذا الوجه هذا مع المنتخب البينيني ولكن قدر الله وما شاء فعل هذه هي الكره فيها الربح فيها الخساره الحمد لله احنا واخا هكاك يعني كنشكروا اللاعبين على المجهود اللي قاموا به سواء اللي لعبوا سواء اللي ما لعبوش هذه هي الكره فيها الربح فيها الخساره ونتمنى ان شاء الله نحقوا شي حاجه في المواعيد الكرويه المقبله ان شاء الله. مقابله كانت زوينه وكانت السيطره ديال المنتخب الوطني المغربي ولكن للاسف الحظ ما كاينش وكنتمنوا له مسيره موفقه في يعني في المباريات اللي غيلعب في المستقبل وكنتمنوا له التوفيق ان شاء الله. شنو نقول لك واحد الاحساس كانت خيبه امل لانه كنا منتظرين الانتصار من المغرب ولكن ماشي مشكل مربوحه ان شاء الله في المباراه القادمه اللي غيلعب ان شاء الله. مقابله جد قويه وزوينه والمنتخب المغربي قدم واحد الاداء رائع جدا ولكن الحظ ما وفقوش وكنتمناو له بقلوبنا الخالصه يحقق شي حاجه في الايام القادمه ان شاء الله بحول الله. وهذه هي كوره مره عليك مره معك مره عليك ما عادك ما دير. لا المنتخب كان في نهاره ولكن الحظ ما وفقوش هذه هي كوره ما عادك ما دير والاحساس خايب جدا ما غاديش نقدر نوصف لك. اذا ننتظر تنفيذ ركله الجزاء عن طريق ماما يتبوس